حاله الجو النهارده، حيث تتوقع الهيئه العامه للارصاد الجويه ان يسود اليوم طقس مائل للحراره نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشماليه، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على اغلب الانحاء. دلوقتي هنستعرض مع حضراتكم بعض درجات الحراره المتوقعه النهارده على عدد من محافظات الجمهوريه، والبدايه كالمعتاد من العاصمه القاهره اللي العظمى فيها النهارده الخميس بتسجل 26، اما الصغرى 18، اسكندريه 25 18، الاسماعيليه 26 15، الغردقه 31 16، المنيا 28 12، سوهاج 30 16، واسوان 33 18. زي ما انتم شايفين كده الصغرى نوعا ما بدات تزيد، كنا بنتكلم الاسبوع اللي فات كده في 11 و12 بدات تزيد، لكن برضو لسه في لسعه برد كده شويه، فخلي بالكم. طب خلينا نروح بقى لدرجات الحراره في عدد من المدن والعواصم العربيه والعالميه، والبدايه من العاصمه السعوديه الرياض اللي العظمى فيها النهارده بتسجل 33، اما الصغرى 21، ابو ظبي 27 19، انقره 12 5، لندن 12 3، واشنطن 29 11، باريس 14 6، واخيرا بكين العظمى فيها 18، اما الصغرى 4. طيب من درجات